احنا هنتكلم النهاردة في موضوع الشركات، موضوع إلى حد ما أنا تخصصي في المجال ده، موضوع شيق، وموضوع السادة المحامين لما بيتناولوه بيتناولوه بطريقة غير مهنية بعض السادة المحامين، حتى لا أعمم. دور المحامي في تأسيس الشركات وما بعد وأثناء التأسيس وما بعد التأسيس. أول المستثمر أو رجل الأعمال ما يعوز يفتح شركة ويعمل نشاط، أول حاجة بيعملها إيه؟ عايز يأسس شركة. اللي هيأسس له شركة واحد من الاثنين، يا إما محامي يا إما محاسب قانوني. 90% من رجال الأعمال بيروح لمحامي. ليه؟ لأنه أنت أدرى ببواطن الأمور، لأنه النظام الأساسي في الشركات نص على أن يكون هناك مستشاراً قانونياً للشركة، ده في النظام الأساسي في الشركة، وهنعرف يعني إيه النظام الأساسي. يجي لك رجل الأعمال أو تتعين في شركة ولك إحنا عايزين نعمل شركة. طيب مبدئياً لازم أنت كمحامي مهني تعرف يعني إيه شركات، أنواع الشركات إيه. هو أي واحد عايز يأسس شركة هأسس له شركة؟ لا، هناك بديهيات في هذا الفرع من فروع القانون، ألا وهو تأسيس الشركات. لابد أن نفرق فيه ما بين شركات الأموال وشركات الأشخاص. يعني إيه شركات أموال ويعني إيه شركات أشخاص؟ شركات الأموال يا شباب اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة، هو ذلك النوع من الشركات الذي ينظر إلى المال فقط بغض النظر عن الأشخاص المشاركين فيه. يعني الشركة المساهمة الفيصل بها هو السهم، مين اللي مالكه لا يعنينا. الجمعية العامة لما بندعي لها بندعي لحملة الأسهم، أهم حاجة السهم. أما في شركات الأشخاص اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، فهو العامل الرئيسي فيها هو الشخص. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ ما يصلح لذلك لا يصلح لهذا. بمعنى جالك موكل هو وابنه ومراته عايزين يعملوا شركة، الأمور عائلية تماما، تسيطر عليها رب الأسرة هو الحاكم، يبقى احنا نعمل له شركة أفراد. ليه؟ لأنه في شركات الأفراد اللي هي التضامن والتوصية البسيطة الفرد هو أساس الشركة. طالما أسسنا شركة تضامن فالشخص الذي في العقد يدور وجودا وعدما مع الشركة، يعني أي قرار لابد أن يكون مشترك للشركة، لو هنغير جمعية عامة أو هنغير جماعة الشركاء أو هناخد قرار مصيري للشركة. ما ينفعش شريك في شركات الأفراد يطلع ويتخارج من الشركة إلا بموافقة مين؟ جميع الشركاء، كلهم لازم يوافقوا. طب شركات الأموال فيهم الكلام ده؟ لا، شركات الأموال اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة لها نظام خاص بها. لما يجي رجل أعمال يأسس شركة فانت تنصحه انت عايز تشتغل في ايه وعايز مين معاك في هذه الشركة، وهل هذه الشركة بها نشاطات معينة ام انك تريد شركة عامة. ليه؟ لانه انا هحكم عليه واقول له تشتغل في ايه بمشورة المحامي. هيجي بعد 5 سنين وهو شغال تحصل عنده مشكلة هيرجع فيها لمين يا شباب؟ يرجع لمين؟ للمحامي. وما ينفعش سيادتك تدي له استشارة قانونية وتصبح غير مسؤول عنها، لأنه ده على تراكم السنوات هيؤثر في سمعة المحامي. يقول لك والله فلان ده ما عرفش حاجة، ده غرقني. صح؟ احنا مش عايزين نوصل لكده، عايزين المحامي اللي يتعرض لتأسيس شركة يكون واعيا تماما لمشاكل الشركة قبل الشروع في التأسيس. يعني أنا وأنا بأسس الشركة
لازم أعمل حساب اجتماعي الجمعية العامة هيكون فين، عشان لما تحصل جمعية عامة ويحصل دعوة بطلان أنا كمحامي الشركة عيب يتعلم عليا، عيب لما أقول له والله ده كان مفروض يتعمل الاجتماع بتاعها في مدينة القاهرة أو الجيزة تبقى للنظام الأساسي. طب يا أستاذ أنت ما قلتش ليه الكلام ده، ما أنت حاضر، ينفع؟ إذن فتأسيس الشركات لابد أن تحتاط فيه، وأنت بتتعامل في أموال وأرقام كبيرة لازم الإنسان يكون على قدر المسؤولية. جه رجل الأعمال والله يا أستاذ أنا عايز أعمل شركة، طيب طالما هو هيدخل فيها ناس مختلفين ورأس ماله كبير أنا أنصحه أن يعمل شركات أموال. ليه يا شباب؟ لأنه شركات الأموال أولاً أن المسؤولية تقتصر فيها على حصة الشريك. الرجل دخل بألف سهم، هو يسأل في الألف سهم، الشركة دخلت في السوق وخسرت 1,000,000 جنيه، ما يجيش حد يخبط على باب بيته، لأنه الحصة بتاعته تقتصر على إيه؟ على الأسهم بتاعته بس. لكن في شركة التضامن والمسؤول والتوصية البسيطة شركات الأفراد فهو مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية في ماله الخاص. الله، يعني أنا عملت شركة تضامن ودخلت السوق وخسرت وجي عليها تنفيذ المحضر، هينفذ على محمود محي الدين على عربيته وبيته؟ آه، محامي شاطر يعمل كده. آه ليه؟ لأنه في شركات الأفراد المسؤولية مسؤولية تضامنية، طالما أسست شركة فأنت مسؤول في مالك الخاص. رجل الأعمال ما يحبش كده، رجل الأعمال بيلعب في السوق بيزنس، أنا هشتغل الشركة هتبقى مسؤولة، يبقى أنت تاخد شركات أموال. اللي هي إيه يا شباب شركات الأموال؟ تمام، مساهمة والمسؤولية المحدودة. التوصية بالأسهم هي شركات المختلطة. ليه سيادتك؟ لأنه فيها شريك موصي اللي هو مسؤول مسؤولية فعلية عن الإدارة، وفيها شريك مساهم اللي هو بالسهم، فهي من أنواع الشركات المختلطة وليست من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص. القانون ما عليك فيه، عندنا قانون 102، قانون 59، وفي قانون 72. أنا لما أجي أسس شركة على قانون توصية بالأسهم هيبقى عندي فيه إيه؟ واحد موصي مسؤول في ماله مسؤولية شخصية زيها زي التضامن، واحد مساهم بالسهم لا يسأل إلا في قدر إيه؟ حصته فقط. يبقى الشركة هنا فيها إيه؟ نوعين. نعم؟ الشركة يا فندم؟ نعم فندم؟ طيب ماشي. النقيب بيقول خلي الأسئلة، هنفتح باب الأسئلة بعد المحاضرة. يا فندم يسأل. ويسأل يا فندم عن إدارته الفعلية للشركة، وبعد المحاضرة هوضح لسيادتك وهشير لحكم محكمة النقد ممكن ترجع له. طيب، عملنا شباب الشركة وأسسناها. شركات المساهمة إيه هي؟ أول ما أجي هتكلم إيه هي شركات المساهمة. شركات المساهمة هي تلك التي تتكون من أسهم. تتكون من إيه؟ من أسهم. يعني باجي أقول عندنا هكون شركة مساهمة من 10,000 سهم. القانون قال لك الأسهم ما حددهاش، ولكن حدد قيمة إيه؟ السهم الواحد. لا يجوز تجزئته. السهم لا يجوز تجزئة السهم، هو السهم تتعامل به كسهم. في حالة وجود السهم أنا كشريك في الشركة بكون من مؤسسي الشركة أو من المكتتبين. في شركات المساهمة عندنا نوعين في التأسيس، واحد اسمه مؤسس اللي هم لا يقل عن 3. القانون قال إنه قانون في تأسيس الشركات المساهمة لا يقل عن كام؟ عن 3 مؤسسي. أما ما يزيد عن ذلك فأنت وشأن. في المسؤولية المحدودة لا يقل فيها عن
شريكين. لكن المسؤولية المحدودة لها ظروفها نشرحها بالتفصيل، خلينا في شركات المساهمة. بعد ما أسس عندي هيجي يقول لي أنا عايز أعمل شركة رأس مالها كذا والمؤسسين معايا كذا وأعضاء مجلس الإدارة اللي معايا كذا والجمعية العمومية عايزها تعقد في مدينة كذا. ليه الكلام ده؟ لأني أنا بطلب منه توكيلات، ولازم في التوكيلات يا شباب ينص على أنه يسمح له في تأسيس الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمصالح الحكومية والغير حكومية. ليه الثلاث جملات دول؟ ليه بالذات؟ لو ما فيهوش تأسيس شركات لما تروح تأسس مش هينفع تأسس. لو ما فيهوش المصالح الحكومية والغير الحكومية لما تيجي توقع سيادتك على عقد تأسيس الشركة الشهر العقاري هيرفض. يا إما منصوص صراحة عليه في التوكيل إنك أنت تأسس الشركات أو تتعامل مع الشهر العقاري في تأسيس والتخارج من الشركات. دي صيغة مهمة جدا لأنه هي هتواجهك عمليا لما تروح تفاجأ أنه التوكيل بتاعك ما ينفعش أنك أنت تشتغل بيه، وما ينفعش ترجع للموكل تقول والله التوكيل عندي فيه غلط. أول ما يعمل لي توكيلات بقول له طيب أنا عندي خمس نقاط لابد أن أستوفيهم منه. أول حاجة اسم الشركة، أنت هتسميها إيه؟ هو خدها من الموكل، ولازم آخد منه بدائل. يعني إيه بدائل؟ يعني لازم آخد منه اسمه اثنين وثلاثة. ليه؟ لأن أنا أول ما آخد وأروح أشتغل هطلع حاجة من الهيئة العامة من السجل اسمها إيه؟ شهادة عدم التباس. فعدم الالتباس ممكن يكون الاسم اللي ادهوني ملتبس، ما استناش ارجع له تاني، فيبقى معايا البديل وانا واقف. طب شوف لي الاسم ده، طب شوف لي الاسم ده. كان قبل صدور قانون 4 لسنه 2018 لا يجوز ان تكون الشركات المساهمه باسم شخص، باسم انسان. مثلا محمود عبد الحي خالد قبل القانون ما كانش يسمح، اما الان فيسمح ان تكون الشركات المساهمه على اسم بشرط أن يكون أحد المؤسسين فيها وأحد الشركاء اسمه كده. كانت دي بتواجهنا فيها مشكلة قبل التعديل القانوني، القانون 4 لسنة 2018 عملياً إزاي؟ كانت بتيجي شركات من بره ليها فروع بره، ودي حصة أنا عندي شخصياً، عايز الاسم اللي هو مؤسس بيه شركة بره يجي يفتح بيها إيه؟ هنا في مصر. الجماعة الطليان والجماعة الروس والجماعة الإنجليز الطليان بالذات في أسر هناك محترفة حرف معينة واسمها في السوق معروف، أول ما تقول كذا يبقى ده يقصد بيه البلور، يقصد بيه الزجاج، يقصد بيه الساعات، حرف معينة مشتهرة بها ناس معينة. فجي موكل عايز يفتح باسمه اللي في إيطاليا شركة هنا، فالقانون للأسف الشديد قبل قانون تعديل 4 ما كانش يسمح بكده، لأن بقول لك كان بيقول إنه الشركات المساهمة الاسم يشتق من الغرض الذي أسس من أجله. جه في تعديلات القانون 4 اللي حصلت مؤخرا في 2018 فتح الموضوع، قال لك يجوز للشخص أن يؤسس شركة بشرط أن يكون هو إيه؟ واحد فيهم. اسم الشركة أول حاجة هتاخده من الموكل عشان تجيب شهادة عدم الالتباس. رقم اثنين عنوان الشركة فين؟ لازم أخد منه عنوان الشركة عشان أحط العنوان ده في النظام الأساسي. لأن أنا أول ما هاجي أفتح حساب للشركة أول حاجة بعد شهادة عدم الالتباس بيسأل فيها عن إيه؟ عنوان الشركة. بعد كده بسأله عن مين أعضاء مجلس الإدارة، هات لي مين من دول هيبقى عضو مجلس إدارة. في الشركات المساهمة يا شباب لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن كام؟ عن ثلاثة، ما ينفعش يزيد لكن لا ينقص. وبنصحكم نصيحة شخصية، دائما لما تيجي تأسس شركة مساهمة ما يكونش الأعضاء ثلاثة فقط. ليه؟
عشان لو حصل أي مشكلة في الثلاثة، لا قدر الله مات سافر، هنا لما أجي أخذ أي قرار وهو مش موجود لازم أروح للهيئة العامة للاستثمار تدعي لي الجمعية عامة عشان تعمل إيه؟ تستكمل وتعين مجلس إدارة. طب ما أنا لازم أكون في الأول فطن لهذه الأمر وخليهم أربعة، خليهم خمسة، مات واحد مات اثنين فالمجلس انعقاده إيه؟ صحيح. لكن أنا لو خليتهم ثلاثة، القانون بيقول ثلاثة، لو خليتهم ثلاثة وحصل عندي دروب في واحد الأمور خرجت من إيدي. وأحياناً بتواجهنا مشاكل كتير جداً في الدعوة العامة لما تيجي الهيئة العامة للاستثمار بتدعي، فأنت من الأول خليك فطن، قول والله سيادتك القانون بيقول ثلاثة ولكن إحنا نتمنى نكون أربعة وخمسة، وقول له ليه؟ عشان يعرف إنك أنت راجل فاهم وما أنتش كده محامي، قول له عشان لو حصل دروب أو واحد سافر يبقى نعرف نتفادى وناخد قراراتنا تبقى صحيحة 100%. ده بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. نيجي نقول له كمان إحنا عايزين رأس مال الشركة كام؟ في المساهمة ما يقلش عن 250,000. ما يقلش عن كام؟ عن 250,000. عندنا في رأس مال الشركة يا شباب حاجة اسمها رأس المال المصدر ورأس المال اللي هو المرخص بيه، اللي هو ايه؟ المرخص بيه اللي هو انا العب فيه 10 أضعاف المدفوع او المصدر. فاحنا لو عملناها مثلا ب 250 الحد الادنى زي ما بيقول القانون يبقى المرخص بيه كام؟ 2,500,000. لازم ادفع 10% من قيمه راس المال. يعني انا لما اجي اسس لازم ادفع 10%، بروح هاخد التوكيلات بتاعتي وهاخد صور البطايق ساريه، خلي بالك ساريه عشان هي لو مش ساريه البنك مش هيرضى يفتح حساب. هاخد توكيلات هصورهم 5 صور وهاخد البطايق هصورهم 5 صور وهاخد شهاده عدم الالتباس هصورهم 5 صور واطلع بيهم على اي بنك، وان كنت ارجح يكون في الهيئه اي بنك، وبعمل حاجه اسمها بفتح حساب للشركه تحت التاسيس، شركه مساهمه اسمها كذا 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 تحت التاسيس، وبقول في المبلغ كذا البيانات كذا، فتحت الحساب باخد رقم الحساب. في طبعا انت لو فاتح مكتب والموكلين بتوعك معتدين عليك بيجيب لك الفلوس وبتعمل انت كل حاجه، وفي موكل ما يعرفكش فبتدي له رقم الحساب ويروح هو ايه؟ تدي له رقم الحساب ويودع هو الفلوس، ما انت ما تدخلش في ماليات ما لم يكن عميل المكتب، فانت بتشيل الامور من اولها. فده راس المال المرخص به والمدفوع او المصدر ما يقلش عن 250,000. طيب أنا لما أروح أسس شركة مساهمة مصرية وهو مش عايزها مبلغ بتاعها مش كبير، أنا لما أجي أقسم الأسهم بتاعتي أقسمهم على المساهمين وعلى المكتتبين، دي مش بتاعة المحامي، دي بتاعة رجل الأعمال أو المستثمر اللي هو عايز يفتح، هو اللي مليك، أنت ما تدخلش فيه. هو يقول لك ده ياخد فلان وده ياخد فلان وده ياخد، ليه؟ لأنه الكلام ده هنحتاج له بعدين. في حالة عقد جمعية عامة للشركة عادية أو غير عادية، مين اللي بينعقد وقراراته تبقى صحيحة ونافذة؟ 51% من حملة الأسهم اللي هم المساهمين. أنا في الحالة دي وأنا بأسس لازم أواعيه وأقول له خلي بالك الجمعية العامة للشركة اللي هتكون مهيمنة على الشركة، طبعا ده العام لانه في امور احنا بنعملها اجتماع اول واجتماع ثاني، وفي جمعيه عامه عاديه وجمعيه عامه غير عاديه، ده امور في الشركات اللي فيها مشاكل هنتطرق لها ان شاء الله. ولكن في بدايه الامر انت لازم تكون فطن للمعلومه دي، انه دايما تخلي الموكل بتاعك تامنه في القرارات. لو هي الشركه
بتاعته من الأول للآخر وجايب ناس كده بيستكمل بيهم النظام القانوني. ولكن بعد صدور شركة الشخص الواحد ما أصبحناش في حاجة إلى هذه الأمور يعني. أسسنا خدنا الرقم المدفوع منه وقسمنا الحصص ودينا كل واحد الأسهم، أنا آسف، ودينا كل واحد عدد الأسهم المدفوع منه. القانون بيشترط 10% ويستكمل الباقي خلال 3 شهور 25%، وبعد كده يظل 5 سنوات لمدير الشركة أن يطلب استدعاء استكمال رأس مال الشركة. 10% بس؟ 10% بس. طيب أنت بقى كمحامي والموكل بتاعك عايز تعلم معاه ويعرف أنك أنت راجل في الكار يعني وفي السوق، هتعمل إيه؟ 10% اللي أنا أخذتهم منه، ولنفترض أسسنا رأس المال المدفوع 1,000,000 جنيه، فأنا أدفع منه كام؟ 100,000، 10%. أنا مطالب أني أنا أخليه وأستكمل له رأس المال على الأقل 25% كاش، ومن 25 ل100% أنا بستكملهم بإيه؟ بشهادة مراقب الحسابات. بعمل حاجة اسمها شهادة مراقب حسابات، لأنه في الشركة برضو هنتطرق للكلام ده دلوقتي، لازم النظام الأساسي يكون فيها مراقب حسابات للشركة. ما فيش جمعية عامة هتتم إلا باعتماد وحضور مين؟ مراقب الحسابات. يستحسن أنت كزميل أنك أنت دايما تكون معاك ومظبط زميل ليك في محاسب مكتب مراجعة معتمد في الهيئة العامة للاستثمار، عشان يبقى ده أنت وهو دايما مع بعض شغالين مع بعض. ليه؟ لأنه لما تحصل مشكلة، دور مراقب الحسابات في شركات المساهمة هو دور عظيم، هو اللي هيظبط لك الورق. معنى يظبط لك الورق مش يزور حاجة، ولكن في أمور شكلية يتطلبها القانون، لو المحاسب ملوش دلالة عليك هتبقى أنت بتضرب في مكان وهو بيضرب في مكان. هو اللي يصفها في الشركة، وليست شريكا ولا مساهما إلا أنه له صفة قانونية معتبرة في الشركة، بدليل أنه أي جمعية عامة لازم هو اللي يمضي عليها ويعتمدها، وإلا مش هيعتمدها لك في الاستثمار. وكمان مؤخرا القانون، هنتطرق للكلام ده بالتفصيل، قانون 4 للحقيقة يعني استجاب لكثير من الوقائع العملية في السوق. يعني القانون رقم 4 ده لما جه حطوه في حاجات احنا كنا بنصرخ منها، يعني الحمد لله جزء كبير منها جدا 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 ابتدى يحل القانون رقم 4. طيب بتكلم في نظام الأساسي، يعني ايه النظام الأساسي ويعني ايه العقد بتاع الشركة؟ لما يجي أستاذ يسألك العقد يا أولاد اللي هو يا شباب اللي هو بين الناس مع بعضهم، بنص على اسم الشركة وعنوان الشركة ومقر الشركة ورأس مال الشركة واختصاص الشركة، الغرض من الشركة ايه؟ من ضمن الحاجات اللي انت هتطلبها من الموكل، انت عايز الشركة دي ليه؟ عايزها أغراضها ايه؟ لأنه خلي بالكم في عندنا القانون 72 وارد فيه الاختصاصات على سبيل الحصر، القانون 59 تختار فيه كيفما تشاء. لو عايز تأسس على قانون 72 ليه اختصاصات على سبيل الحصر، ما ينفعش نأسس شركة خارجة عن الاختصاصات دي، ومعظمها ينادي بالاستثمار والتطور واللائحة موجود فيها، وكل الكلام ده على فكرة موجود على موقع الهيئة العامة للاستثمار، أي زميل هيدخل هيطبع الكلام ده موجود ومتاح هيعرف. مش ويستحسن أن هم 6 ورقات، يستحسن أنك أنت تطبعهم وتخليهم معك عشان لما حد يجي يطلب منك غرض تبص في القانون. كلنا بننسى، أنا لي 15 سنة في المجال ده ودماغي مش ضفطه، كلنا بننسى، فأنت مش عيب تطبعهم وتخليهم قدامك في المكتب. عايز تعمل إيه؟ والله أنا عايز أعمل شركة وضعها 1, 2, 3, 4. هتمشي 72 ولا هتمشي 89؟ هتقول له من الأول. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ فرق كبير جدا، فرق كبير جدا جدا يا شباب بين 59 وبين 72. في ايه؟ 72 في مميزات لسه السوق ما اكتشفهاش، اكتشفوها بتوع بره،
يجي لك الواحد من بره السعودي ولا القطري يقول لك انا عايز 72. ليه؟ لانه فيها مميزات وفيها حزمه اعفاءات يتمتع بها المستثمر غير موجوده في كام؟ 89. القانون 72 قال لك انه هناك اراضي تطرح بالمجان، وزعهم لفئه الف وفئه باء وفئه جيم. فئه الف الحمد لله حاليا مؤخرا مجلس الوزراء امبارح اقر مشروع القانون بتاع حوافز قانون 72، ودى مناطق للمستثمرين بالمجان في المنيا وفي الوادي الجديد وفي طريق البحر الاحمر بضوابط صارمه، يبني وينفذ كمان، مش يبني وبس، ياخد الارض بالمجان. ومش كده وبس، ده كمان يا استاذنا في القانون مكنه انك انت تسترد 40% من التكلفه الاستثماريه للمشروع من الضرائب. يعني انت هتقول والله انا المشروع ده كلفته مليون، يقول لك انا هتحمل منك 400,000، هخصمها منك منين؟ من الضرائب بتاعتك. ده قانون كام؟ 72، اللي هو قانون الاستثمار الجديد. قانون الاستثمار حط حاجات في الشركات المساهمه، حاجات عمليه، ويعني هنا القانون جميل جدا، ولكن من قام بوضعه يميل الى رجال الاعمال وليس القانونيين. لو انت كقانوني متمرس ومسكت، جميل جدا من الناحيه العمليه، ممتاز، ولكن من الناحيه القانونيه مهلهل، ومشاكلنا في الاستثمار هتبقى كبيره، لانه اللي صاغوا بفكر اقتصادي وليست بفكر قانون. هو مطلوب، ولكن كان المفروض راح اتعدلت الصياغه بتاعته للناحيه القانونيه اكتر. ولذلك تلاقي الفاظ اللي في السوق فاهمها كويس جدا، لكن الراجل المحامي الكبير اللي هو مش في السوق الفاظ مش قانونيه خالص، الفاظ عاديه جدا جدا، وتلاقيها مثلا البورصجيه فاهمينها كويس جدا. البورصجيه ده لفظ للناس اللي بيشتغلوا في البورصه، وهديكم معلومه كده يعني عشان تعرفوها، دي سر من اسرار المهنه، انه البائع والمشتري في سوق المال في البورصه ما اسمهوش البائع والمشتري. لو البائع والمشتري تبقى انت محامي ايه؟ لكن اسمه البياع. البياع والمشتري. لما تيجي تقول البياع يعرف انك انت راجل بورصجي، يعني انت راجل ليك في سوق المال، فانت تابعنا يعني يعمل لك حساب، مش اللي هو واحد داخل كده يعمل جمعيه عامه وخلاص. فقانون 72 لما تيجي توضع تاسس شركه اسسها 72، ولكن لو ما فيش اختصاصاته هتاسسها كام؟ قانون 59. قانون 59 هو الشريعه العامه للشركات، زي ما بيقولوا اساتذتنا كده انه القانون المدني هو الشريعه العامه للقوانين، فاحنا بنقول 59. ليه؟ لانه 59 اللي هو متساق في الثمانينات احنا بنشتغل بيها هذه اللحظه، والصياغه بتاعته متينه، واللائحه التنفيذيه بتاعته دقيقه، وكل المشاكل اللي في الاستثمار او في البورصه. يعني انا كان اخر مره في بطلان جمعيه عامه قانون 4 لسنه 2018، جه في تعديل القانون قال لك في بطلان الجمعيه الماده 76 لها شروط معينه، قال لك ويمكن للمحكمه ان تتوقع البطلان اذا ما تم تعديل الوضع خلال 6 شهور. والله وقفت قدام القاضي في الاقتصاد، دفعت في الدفع ده وجبت الجريده الرسميه، بص فيها كده قال لي ماشي وحطها، لانه هو حافظ وفاهم على قانون كام؟ 59. اقتصاديه شغالين 59، ناس محترفين جدا جدا شغالين بيه. اول القانون الحاكم لينا حتى قانون سوق المال، الشريعه العامه بتاع مين؟ قانون الشركات. اسست على 59 او على 72، لو مستثمر صناعي يستحسن انك انت تاسس له على 72، لو مستثمر سياحي يستحسن انك انت تاسس له على 72، لو مستثمر زراعي. مستثمر، انا بكرر، لانه في شركات عائليه ما ينفعش فيها الهرق اللي احنا بنقوله ده،
هو عايز سجل تجاري وبطاعة ضريبية. يا أستاذ يقول لك يا أستاذ أنا عايز أشتغل، لا فرقة معاه 92 ولا 52، وهو مظبط نفسه ونايم في مكان معين كده وشغال فيه، عايز سجل تجاري وبطاعة ضريبية بس. فأنت ده ما تتعبش نفسك، اقراها أول ما تدخل لك المكتب تقرا الموكل بتاعك، خليك فطن. المؤمن كيس فطن وليست كيس. فالمحامي لازم يكون أول ما يدخل لك الموكل تقراه، هل هو عايز شركة فعلا؟ طب أنا هقول لك حاجة، هيجي لك موكل يعمل شركة ويصرف عليها فلوس عشان يغير البطاقة بتاعته، إذا كان ما هو لا يعمل أو امراته ست فاضلة ربة منزل، يعمل والله العظيم يعمل شركة. بص من الآخر، أنا عايز أخذ السجل التجاري وأروح الأحوال المدنية أخلي نفسي رئيس مجلس إدارة شركة كذا، ومراته تبقى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدى، وابنه يبقى عضو مجلس إدارة برستي. هو كده بيحصل كده. يجي أنت تقول له لا ما ينفعش، لا ينفع ونص، ينفع ونص. إيه المشكلة يعني؟ في من القانون ما يمنع؟ مش هيدفع الأتعاب وهيأدي حق الدولة؟ ينفع، ينفعش ليه؟ ولكن في مستثمر يتعبك بقى، وده تخشاه. قبل ما تروح تقعد معاه لازم تكون مطلع على قانون الشركات، على قانون سوق المال. وفي موقع يا شباب على الفيسبوك أساتذتنا ربنا يكرمهم خدوا حكم بيه، اسمه الأحكام والتشريعات المصرية الحديثة. يوميا الصبح سيادتك وانت افتت له على القديم، يبقى انت كده ارتكبت جرم في حق الشركة وفي حق المحاماة، ولا انا غلطان؟ الموضوع في ايدك جدا جدا. اذا كان مسيادتك بتصحى على الفيس تكلم زمايلك، لا هو على الفيس عندك، على فكره القوانين والاحكام المصريه الحديثه. ده بقى سر كبير اهو، يعني هنعمل اكتر من كده يا زوز. يوميا عندك مطابع الاميريه وانت قاعد. الموقع اسمه الاحكام والتشريعات المصريه الحديثه. يوميا على الفيس كده تلاقي كل القوانين والقرارات صادرة. وفي يا شباب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عاملة ويب سايت على الفيس برضو، يجي لك كل القرارات والكتب الدورية بتاعت الاستثمار وانت رايح الصبح. يعني انا حصلت معايا مشكلة في النقابة، ولا داعي يعني، كان السيد النقيب فجأة كده رفع الحد الأدنى من لأعلى من 5000 ل 25000، وانا كنت متفق على أتعاب والله ورايح الشركة الصبح، ولقيت خمسة هدفع 15000 جنيه، ده انا ما كنتهمش ودفعتهم اقسم بالله من جيبي عشان اتفقنا. والله خلاص الموضوع انتهى، كان انا حتى ادينا يومين، انا رحت الصبح ما اشهد ما خلاص. فانت لو مش مطلع هتلاقي نفسك انت ولا يا استاذنا. يوميا كل يوم محسن عادل عمال يطرع كتب دوريه ممتازه لازم تبقى متابع ليها. أنا عندي الداتا دي يوميا بتجي لك على الموبايل بكل سهولة وبكل يسر. المحامي، وده اتعلمناه من أساتذتنا، المحامي مش محامي كشكول. يعني إيه مش محامي كشكول؟ يعني مش كلمتين يقول لك لا. المحامي لو هيتخصص في مجال معين، في قانون الاستثمار مثلا أو في قوانين الشركات، لازم يبقى ملم اولا بكل القواعد الحاكمه في المجال بتاعه، ثانيا ان يكون عنده لمسه اقتصاديه، لازم يطوع النصوص القانونيه واللوائح لما يخدم اغراض الشركه، ما يخالفش القانون ابدا. واوعى تخالف القانون، واياك أن تتورط في ورقة غير شرعية، إياك، لأن الموكل في النهاية هيلبسك أنت الموضوع. إياك ورزقك سيأتيك لا محالة في ذلك. أنت راجل محترم، أيوة. تقول لك طب ده ورقة كده ملهاش أي ثلاثة لازمة، قول له اعملها أنت واكتب وانضلي عليها. إياك في الشركات بالذات، إياك أن تتورط في ورقة غير شرعية، لأنه هتلف الأمور وهتيجي عندك أنت، وأنت لو جربتها مرة مش هتخلص. إحنا محامين
ولازم نفتخر إنه إحنا محامين، ولازم نفتخر إنه أي عضو مجلس إدارة لما يكون داخل على ديل لازم تبقى أنت على يمينه ومراقب الحسابات على شماله، لازم تفتخر بذلك، ولازم تفتخر إنك أنت لو ما سمعش كلامك هيتحبس. هيتحبس ليه؟ لأنه عضو مجلس الإدارة في شركات المساهمة، أنا حبست عضو مجلس إدارة ومراقب حسابات بالمادة 113 مكرر عقوبات، كل عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة في شركة مساهمة أو مراقب ينطبق عليه قانون، دي جناية مش جنحة، دي جناية مش جنحة. أنا عامل عريضة عند النائب العام ليها 3 شهور، محامين مصر كلها للشركة التانية بتلف وراه مش عارفين يهربوا، المادة 113 مكرر عقوبات واضحة. فإياك كنصيحة من زميل إنك تضرب ورقة، ولا أنا غلطان؟ والله في النهاية بينسى لك كل الحلو، يقول لك ما هو شغلك أهو ورطنا، وهو اللي يقول لك يقول لك أنا ما أعرفش، أنت عملت كده؟ يخسع، تعمل كده إزاي يا أستاذ؟ بيحصل ولا لأ؟ أنا قلت لك كده يا أستاذ، ولذلك التليفونات دلوقتي متسجلة. قلت إياك أن تخالف القانون، لأنه 90% من شغلنا في الشركات وفي الاستثمار هو إجرائي. هو إيه؟ إجرائي. يعني إيه إجرائي يا شباب؟ عندنا 1 2 3 4، يعني هديك مثال، بطلان الجمعية العامة للشركات تحكم المادة 76 من قانون 159، ما فيش غيرها، يا إما يكون ما حضرش، يا إما يكون ما حدش دعاه، أو حضر وأبدى اعتراضه في محضر الجمعية العامة على ما أبداه المجلس، غير كده كله هري، غير كده هتدخل المحكمة أول ما تجي لك القضية بتبص على العريضة، يا هكسبها يا هخسرها، فيهاش كلام. فقانون الشركات قانون إجرائي، ولذلك أنت لو عرفت الخطوات العملية هيبقى أنت كده ريحت نفسك وريحت الموكل بتاعك واشتريت نفسك. طيب ده تشكيل مجلس الإدارة، وده تشكيل في حاجات لما أجي أحط العنوان لازم أتأكد من الموكل إن العنوان ده مظبوط. ليه؟ مؤخراً الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات بيبعتوا للشركة للمقر المتسجل عنده، المقر ده متسجل بشركة كذا، اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ واحنا طبعا انت بيجي لك بتستسهل بتضرب اي عنوان في ولما يجي هو لو كان في مجال المقاولات او في مجال محتاج انه يسجل في ضريبه القيمه المضافه، ضرائب المبيعات اللي احنا لسه من الاخر يعني حافظنا ضرائب المبيعات، لازم تطلع حاجه اسمها ايه؟ معاينه. حاليا في الهيئه العامه للاستثمار في 6 اكتوبر انا كنت هناك الاسبوع اللي فات، ما بيعملوش معاينه، بيفتحوا لك ملف زي الضريبه العامه وخلاص. ولكن اذا كانت الشركه ستمارس نشاطا فعليا تاكد من العنوان، لان العنوان لما تيجي تغيره ده قصه، ده ايه؟ ده قصه كبيره. طيب احنا عندنا في النظام الاساسي او عندنا في عندنا الماده 6 والماده 7 والمواد 30 وما بعدها، دول بتوعي. المادة 6 دي بتاعت رأس المال، بتاعت ايه؟ ولذلك تحفظها، شغلنا كله في المواد دي، 6 7 مواد. احيانا بيكون طريقة انتقال الملكية في شركات المساهمة بتحكمها بعض التقيدات، زي ودي لينا فيها كلام وفي احكام متناقضه فيها، وخدت حكم معه وحكم ضده، هم الدفوع بتوعي، مره كسبتها ومره خسرتها، هم الدفوع، ولله الامر من قبل ومن بعد. لو في قيد في النظام الاساسي، يعني محمود يملك 50 سهم وفلان يملك 90 سهم، وده يملك، احيانا بيقول لك لا، قول في النظام الاساسي لا يتم اعتماد البيع الا بعد العرض على الجمعيه العامه. ده طبعا لو جينا وصفناه توصيف قانوني يقول لك انه ده تحكم وقيد على حق الملكيه ويتعارض مع القانون والدستور فهو باطل. ده لو قانوني.
تيجي في المحكمة الاقتصادية يقول لك الجمعية العامة للشركات هي السلطان الأعلى في الشركة، زي ما يقولوا نمشي عليه، حتى لو يقول لك مخالف ده مش مخالف ده، انت ايه؟ انا معايا الحكمين، وكنت يعني القضية مدعى عليه فيها وقضية مدعى. الشركة لما بتضع قيد زي كده، ده مين اللي بيضعه في الأول؟ المؤسس. ده في مش في كل الشركات، بعض الشركات بيقول لك انه لا يتم اعتماد البيع الا بعض، احيانا بيقول لك بعض العرض على مجلس الاداره، واحيانا بيقول لك بعض العرض على مجلس الجمعيه، واحيانا يقول لك بعد رفض اعضاء مجلس الاداره، يعني هم لو رفضوا انت بيع، لكن هم ممكن ياخدوا. دي فيها قيود، ودي في احيانا، واحيانا الهيئه العامه للاستثمار ما بتقدرش تحط الشرط ده، واحيانا بتحط. انا شفت الاثنين، شفت صحيفه شركات فيها الشرط وصحيفه شركات فيها جزء معين من الشرط، فده في النظام الاساسي في الشركات. في بعض الانظمه للشركات بتشترط شروط معينه في اعضاء مجلس الاداره. في طيب النظام الاساسي ده يا شباب، ده دستور الشركة المساهمة، هو الأساس في شركة المساهمة. أنت النظام الأساسي أول ما تجي لك شركة هتبص فيه إيه المختلف، يعني المادة 59 مثلا بتاعتنا اللي بتنص على طريقة انتقال الأسهم، المادة 59 غالبا في كل الشركات واحدة، بتبص في المادة 59 بتبص تلاقي يا إما إحنا عندنا في الأسهم في الشركات المساهمة عندنا نوعين من الشركات، يا إما مدرجة يعني مقيدة في البورصة، يا إما غير مقيدة. الغير مقيد 95% من الشركات اللي عندي يعني غير مقيدة. يعني إيه غير مقيدة يا شباب؟ يعني مش مطروحة أسهمها في بورصة الأوراق المالية اللي إحنا بنسميها خارج المقصورة. نسميها إيه؟ خارج المقصورة، يعني هو مش مقيد في شركة الأوراق المالية. ده انتقال الأسهم بتاعه إزاي؟ أنا ببيع، بيجي البياع. الشركات المساهمة عموماً أي بيع وأي شراء فيها لا يتم إلا عن طريق إيه؟ شركة السمسرة. في شركات اسمها شركة السمسرة، دي لا يتم بيع وشراء سواء كانت مقيدة أو غير لأنه أنت لو مش لو أنت مقيد في البورصة فأنت هتبيع في البورصة داخل المقصورة، فأنت كده كده عندك السمسار بتاعك وأنت متكود عنده. متكود عنده يعني أي واحد هيشتغل في البورصة لازم يروح لشركة الأوراق المالية ياخد نمبر كود كده يبقى بتاعه هو، زي الرقم القومي زي الأي دي بتاعك، يبقى الكود بتاعك. لو أنت جيت قفلت الكود ده في البورصة واديت أوامر، الأوامر إيه؟ ما تتنفذش لأنك أنت قافل الحنفية. ده اسمه إيه؟ الكود، كود العميل ده في البورصة زي وزي الأي دي بتاعك، ما ينفعش أي واحد يتصرف إلا لازم يكون مكون. طيب أنا لما أجي في الشركات المساهمة 90% أنت كشباب مبتدئين هنلعب في الشركات اللي هي غير مدرجة، اللي هي الشركات اللي بنأسسها. عايز يبيع الأسهم لازم شركة سمسرة. هيبقى عندنا بايع وعندنا مشتري. البياع والمشتري بيفتحوا الحساب، تيجي شركة السمسرة بيفتحوا الحساب في شركة السمسرة، ده بيبيع وده بيشتري، بيمضي على عقد البيع وعلى أوامر البيع، وده بيمضي على أوامر على العقد وعلى الأوامر، أو بتوكيل لو كان هو موكل الناس في بيع الأسهم، وبنروح بيهم البورصة. لما بنروح البورصة في الشركات الغير مدرجة بتطلع لي حاجة اسمها إيه؟ اختراط نقل الملكية. بتطلع حاجة اسمها إيه يا شباب؟ اختراط نقل الملكية. أنا هاخد اختراط نقل الملكية دي عشان أغير بيها المادة 7 اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى كل البيع وكل الشراء في شركات المساهمة لا يتم إلا من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية. طيب ينفع ان انا ابيع اسهم وانا مسدد 10% ما كملتش او ما كملتش ال 25؟ ينفع؟
ينفع. هيدفع هو كام؟ 10% بس. يبقى الباقي لازم يخطر بالشركة، لأنه ما تبقى من 25% لغاية 75 ده ملك لمين؟ للشركة، مش ملك للبياع. الشركة هي اللي الطالب بيه، لأنه الشركة تملك إنها هي تنذر المساهم اختراط بأنها تطالب بالأسهم بفلوس الأسهم بتاعتها، ولو ما وفاش نعمل إيه؟ حاجة اسمها بيع جبري، ببيع أو ببيع.